طبعا جزء من القرارات دي متعلق بالمهن الطبية ومتعلق بالتمريض ومتعلق بالمخاطر اللي بيواجهها القطاع الطبي، ودي كانت مطالب الحقيقة تاريخية للعاملين في هذا القطاع، بالذات في البدلات المتعلقة ببدل المخاطر والسهر والمبيت. فعشان كده نشوف تأثير ده على أرض الواقع وعلى العاملين في التمريض، ونستقبل مع حضراتكم الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ. برحب بحضرتك يا فندم، منورانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيكي. شفتي ازاي قررت النهارده وازاي هتأثر بقى على المسجلين في النقابة عند حضرتك والعاملين في المهنة الطبية؟ والله كالعادة يعني الرئيس بيفاجئنا بقراراته الجميلة ويعني دعمه لكل فئات الشعب المصري. انا هتكلم على التمريض. طبعا احنا عندنا يعني حوالي 300 الف ممرض وممرضة، منهم 280 الف على قوة العمل الحكومي، وطبعا 280 الف هيستفاد من القرارات. هاي كنت بتشرح من لحظة ان في حد ادنى وفي 10% و15%. طبعا ال15% للغير مخاطبين ده برضه هتنطبق على فئات التمريض، زائد مضاعفة النبطشات والسهر وزيادة بدل المهن الطبية والحوافز الإشرافية. فطبعا احنا كنا محتاجين ده في الوقت اللي احنا فيه، فيعني احنا بنشكره جدا جدا، وده هيفرق مع وعلى جموع التمريض في مصر. يعني ادبيا ومعنويا وماليا واجتماعيا واقتصاديا وكل حاجة. وحتى بدل المخاطر بدل المبيت والسهر دي هتفيد التمريض كمان بشكل خاص بتهيألي. طبعا طبعا. انا عندي في الحقيقة العدد الكبير اللي انا قلت لحضرتك عليه ده، في جزء كبير منه بيتسرب للقطاع الخاص نتيجة النبطشات والسهر القليلة المقابل المادي. فده يعني احنا بنحتفظ طبعا طبعا احنا بنحتفظ بيهم في القطاع الحكومي. اللي المريض الغلبان اللي ما بيقدرش يروح القطاع الخاص محتاج لهم يعني. وتقدري كده تحافظي برضو على تواجدهم في الاقاليم والمحافظات، تبقى الوضع احسن شويه. طبعا طبعا في الحقيقه يعني، ويمكن دي مش المره الاولى، احنا برضو يعني في كورونا الرئيس دعمنا الحقيقه ادبيا وماليا، ومن اقل من عام برضو ضاعف النبطشات والسهر. احنا اتكلمنا كتير، احنا طول عمرنا يعني دي الزياده الثانيه فيما يتعلق بالنبطشات والسهر. دي الزياده الثانيه في الفتره دي اللي انا بقالي حوالي اكتر من 12 سنه بنادي بزيادة النبطشات والسهر والأماكن الحرجة للتمريض. فإحنا بنشكره جدا جدا جدا. المرة دي إحنا ما ناديناش، هو اللي في الحقيقة اللي افتكرنا. فيعني يعني نبات يعني عن يعني تمريض مصر. كنتش عاملين حسابكم على الزيادة دي بس خالص، دي مفاجأة يعني في وقتها. طب الحمد لله مفاجأة سارة في وقتها، مفاجأة سارة جدا. احنا في ليلة جميلة برضو، ليلة الإسراء والمعراج. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانتم طيبين، وكل داخلين على أيام كمان جميلة، أيام شهر رمضان المعظم. كل سنة وانتم طيبين. نتمنى يكون وقع الموضوع يعني فعلا سعيدة على كل العاملين فيه. ليه أثر طيب جدا. احنا بس محتاجين، أنا كمواطنة بقى مش ممرضة ولا نقيبة التمريض، احنا بس محتاجين نظبط السوق في يعني في جزئية الأسعار، يعني الأسعار بس. ما احنا بنقول إن شاء الله دي مقدمة. هو في جزء غلاء عالمي أنا متابعة العالم كله، وسافرت ورحت وجيت ولفيت الدنيا، والغلاء جه مصر متأخر، لكن في جزء محتاجين نحكم فيه السوق من استغلال الـ الـ الأسعار واللي احنا شايفينه ده في الحقيقه، ان احنا النهارده بسعر وبعد ساعه بسعر. ولكن قررت النهارده تدينا شويه تفاؤل انه يحصل مزيد من الضبط في يعني انا بشكر حضرتك طبعا الدكتوره كوثر محمود. انا اللي بشكر رئيس الجمهوريه جدا نيابه عن 300 الف ممرض وممرضه، والقرارات مش بتدينا بريق امل او تفاؤل، بتدينا نسبه كبيره من التفاؤل والجاي احسن في عهد الرئيس. طبعا نتطلع دايما للمزيد بالتاكيد والمزيد من تخفيف الاعباء. انا بشكر حضرتك الدكتوره كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ودي خطوه من التحركات في اكثر من مسار، مسار ضبط السوق السوداء، ضبط الاسعار على ارض الواقع، مسار زياده او الاستمرار في خطط الاصلاح الاقتصادي وبرنامج الطروحات والاصلاحات الهيكليه، ومسار اخر متعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومسار رابع متعلق بالصفقات الاستثماريه اللي هتخش مصر في الفتره القادمه. في تحرك على اكثر من مسار، والنهارده القرارات دي بتتوج او تدينا قدر من التفاؤل انه مع بقى حدوث تحسن في المسارات الاربعه اللي ذكرتها لحضراتكم، انه نبدا نشوف على الاقل شيء معقول نستوعبه في مصر.